توجه الناخبون في تايلاند إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة في انتخابات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات السياسية في هذا البلد المنقسم على نفسه وتترك الفائز عاجزا عن الحركة لأشهر بسبب احتجاجات الشوارع والطعون القانونية. وفي العاصمة بانكوك أغلق محتجون مناهضون للحكومة طريقا مؤديا لمركز اقتراع احتجاجا على العملية الانتخابية التي دعت إليها رئيسة الوزراء يانغ لوك شيناواترا في مسعى لتهدئة الاحتجاج على حكومتها. وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، وتقول لجنة الانتخابات إن النتائج لن تكون متاحة يوم الأحد، ويشعر أعضاء اللجنة بقلق من الاضطرابات ويستعدون لطوفان من الشكاوى والطعون في نتائج الانتخابات. من جانبها توجهت رئيسة الوزراء إلى أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بصوتها في الانتخابات العامة التي دعت إليها وسط مخاوف من اندلاع توترات سياسية. وما زال احتمال وقوع أعمال عنف عند مراكز الاقتراع كبيرا، وذلك بعد يوم من إصابة 7 في إطلاق نار وانفجارات خلال مواجهة بين أنصار ومعارض رئيسة الوزراء يانغ لوك شيناواترا في معقل بشمال بانكوك لحزب بويا تاي من أجل تايلانديين الذي تنتمي إليه يانغ لوك. ومضت الحكومة قدما في الانتخابات على الرغم من تهديدات من المحتجين بتعطيل التصويت ومنع حزب بويا تاي من العودة للسلطة، ودعا زعيم الاحتجاج سوتيب دوغوسبان إلى إغلاق سلمي للطرق في المدينة، لكنه تعهد في نفس الوقت بعدم منع الناس من التصويت. ويدور الصراع بين طبقة الوسطى في بانكوك وأبناء جنوب تايلاند من جهة، وأنصار يانغ لوك وشقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا ومعظمهم من الفقراء ومن مناطق ريفية من جهة أخرى. وكان الجيش عزل تاكسين عام 2006. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة منذ 22 من يناير الجاري للعمل على حفظ الأمن. وائل جمال، رويترز.